الناس الكل نعرفوا اللي احنا قادمين على عرس كروي متمثل في كأس العالم قطر 2022 واللي شاركوا فيه أربع منتخبات عربية: تونس، المغرب، قطر وسعودية. اليوم بطل الشارع التونسي وبالتحديد الشارع القيرواني باش ناخذوا آراء المواطنين في الموضوع هذا، تابعونا. والله بالنسبة للمنتخبات العربية الأقرب اللي يراه اللي كونه دوزيام تور تنجم قطر، هو بالعاطفة ولا بالعقل شو نقول تونس هكا ولا هكا، أما نشوف بالعقل نكملوا فيه بالعقل تونس والمغرب، ممكن زيدا حتى قطر، السعودية ما عنديش شانس كبير وكاو ذم هم الثلاثة. نتصور المغرب وتونس بينتهم الزوز في الدوزيام تور الرا تونس كي كلهم تشجع ولد. نصور المغرب عندها ريبوسيبيليتي كبيرة والسعودية يوم مستبعدة تونس جملة. تونس أقرب منتخب معناها في المنتخبات العربية. قطر والله المغرب عندها شانس شوية تاع الدوزيام تور بحكم مجموعتها سهلة مش كي تونس. والله الحظوظ متوفرة نورمالمون تتجه للمنتخب القطري أول حاجة لأنه صاحب الأرض الجمهور، وعلى مستوى التكتيكي ممكن المنتخب المغربي. تونس نتصور كان تجيب تعادل سمع عملت حاجة بيه. فما عندك البرازيل، فما الأرجنتين، فما بلجيكا بيه. قولي يا فرنسا هي البرازيل. والله على الورق نتصور فرنسا. ممكن نرشح الكفة متاع ألمانيا. برشا كيكة ممكن البرازيل، ألمانيا. ألمانيا. نتصور برازيل. ما بين البرازيل والإنجلترا. الأرجنتين بالطبيعة. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.